عليكم أهلا يا رفاق، الله يتقبل، الله يعتق رقابنا ورقابكم من النار. الليلة هي أرجى الليالي إنها تكون ليلة القدر. حتى أبي بن كعب رضوان الله عليه كان يحلف يقول والله إني لأعلم الليلة التي كان يوصينا بها النبي عليه الصلاة والسلام فيها بالقيام، صبيحة يوم 27، يعني ليلة 27. هي تجهزها من الآن، ضبط أمورك، مكانك، ارتباطاتك، أياما معدودات، ساعات قلائل، لا يراك الله فيها إلا محسنا قائما ذاكرا. أرجوك خلينا نكسب الأجر مع بعض، كل شيء ملحوق عليه، والله أغراض العيد ولا شيء كله ملحوق عليه. هذه الليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، أقدار السنة الجاية تكتب في هذه الليلة، تتنزل الملائكة مع أذان المغرب، جبريل ينزل، جبريل ما ينزل طيلة أيام السنة إلا في هذه الليلة، وكل ملك له شأن، والله سبحانه وتعالى في هذه الليلة يقضي الحاجات، جيب أمانيك. هذه ليلة تغيير مجريات الحياة، حياتك كلها تتغير إلى الأفضل، يقيمك الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. أكثر، شوف، ادعي دعاء الغريق، شفت الغريق اللي على الخشبة كذا وأمواج تتلاطم به يمنة ويسرى، كيف حيدعي؟ بقلب الله يا ربي، لا لا، يبكي يقول يا ربي غيرني، يا ربي أصلح شأني كله، كل الشأن، مو بس دراستك وظيفتك، كلها، لأنه في أمور أنت ما تعرفها. الليلة قول يا رب سميع قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي داعي حتى المذنب، ليش؟ لأني أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هو غافر، هو راحم، هو كافي. قارنتهن ثلاثة بثلاثة ولا تغلبن أوصافه أوصاف. الليلة ليلة الرحمات، ليلة المغفرة يا رب. أفضل الأعمال في هذه الليلة القيام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا هدف غفران، تخرج من رمضان وإنت قد غفرت لك ذنوبك كلها، تعود كيوم ولدتك أمك خالي من الذنوب طاهر، تعود الإنسان الحقيقي، تعود أنت يا الله، والله فضل عظيم. لا تفوتك الليلة، أري الله من نفسك خيرا، تعبت اجلس اذكر الله، قوم مرة ثانية شد حيلك، أري الله من نفسك خيرا، خلي الله يطلع من فوق سبع سماوات يشوف عبدي فلان اللي أتاني بذنوب بلغت عنان السماء يقف من أجلي، تتفطر قدماه من أجلي، والله ما ترجع خايب، والله تغفر ذنوبك بل تبدل إلى حسنات، لا كمان، ويستجيب الله دعواتك. شوف بعد المغفرة قول يا رب كل الدعوات تستجاب، والله تستجاب، إيه نعم، أحسن الظن بالله. ليلة ليلة العطيات، ليلة المكرمات، والله ما تدعو بدعاء صادق بيقين إلا تراه، والله تراه محققا أمامك. شيخ كبير يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله أنا شيخ كبير ما أقدر على العشرة الأواخر أتعبد الله فيها زيكم أنت والصحابة، ماذا أفعل؟ قال عليك بالسابعة، السابعة الليلة هذه يا رب. الإخوة والأخوات اللي مشغولين اضطروا إلا أنهم يعني ينشغلون بأمور حياتية ضرورية ما قدروا على القيام، عليك بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة تقولها في الأيام العادية كأنك أعتقت 100 رقبة، وفي ليلة القدر كأنك أعتقت 300,000 رقبة، واللي يعتق رقبة يعتق الله من النار، شايف الفضل؟ والله أجر عظيم يا جماعة، أرجوكم من أطول عليكم، من يوم يأذن المغرب قفل الجوال، تتنزل الملائكة أنت مشغول بالجوال، إيش في الجوال هذا؟ إيش يعني؟ إيش اللي ما تقدر تلحق عليه بعد هذه الليلة؟ كل شيء ملحوق عليه. المهم دعاء المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجاب، أنا حدعي لكم أنتوا ادعوا لي، ادعي لكم والله. نزل لكم أدعية كذا، صوروها الآن ادعوا بها، اللي بيدعي من الجوال يدعي عادي، بس يخليه على وضع الطيران عشان لا ينشغل بالرسائل وكذا، يرفع يكف الضراعة كذا. أدعية كذا جمعتها يعني من السنة النبوية، من أدعية الصحابة وثناءات وكذا، اللي ما يقدر يدعي منها يعني، وانت لازم لك دعوة خاصة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، دعي لي معك.